نبدأ نصيحة الطبية اليوم بسؤال للسيدات، هل تتوقعي أن كثرة استخدام طلاء الأظافر أو المناكير لفترات طويلة ممكن يكون له أضرار على الصحة؟ في صحيفة بريطانية ذكرت هذا الموضوع وتقول أن كثرة استخدام طلاء الأظافر لفترات طويلة ربما يؤدي للإصابة بسلسلة من المشاكل الصحية، بداية من الإصابة بمرض السرطان ومشاكل في الخصوبة ومشاكل في القلب وتشوهات إنجابية واضطرابات في الغدة الدرقية وحساسية في الجسم. ويقول الباحثون أنه قد يسبب أحد مكونات المناكير التهاب في الجلد، فتظهر الأعراض على شكل إحمرار في الجلد والشعور بالحكة وتقشر الجلد أو التشقق، وقد تكون هناك حويصلات صغيرة حول الأظافر. وحذر الأخصائيون من طلاء المناكير ذات اللون الأحمر الداكن لأنها ممكن أنها تترك بقع صفراء اللون على الأظافر بصفة مؤقتة، خصوصا عند تكرار استخدامه بانتظام أو إحنا نستخدمه لفترات طويلة تزيد عن أسبوع، لأنه يؤثر المناكير كمان على السيدات الحوامل والمرضعات. ودمتم في صحة وعافية، وكل يوم راح أقدم نصيحة طبية على اليوتيوب، حتكون الساعة 6:30 بتوقيت دبي.